كثر الحديث عن مرض العملاقة النخامية بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بوفاة المصرية هدى محمد شحاتة إثر إصابتها بهذا المرض. فالعملاقة النخامية هي اضطراب هرموني يؤدي إلى تضخم الأطراف، وينشأ عندما تفرز الغدة النخامية كمية كبيرة جداً من هرمون النمو في أثناء مرحلة البلوغ، فيتجاوز حجم العظام المعدل الطبيعي. هذه الحالة المرضية تكررت في الدول العربية، وآخرها كان رحيل شحاتة عن 29 عاماً متأثرة بهذا الداء ومسجلة 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية، إذ بلغ حجم يدها اليسرى 24.3 سنتيمتر، وقدمها اليمنى 33.1 سنتيمتر، وأوسع مدى لي ذراعي امرأة ب 236.3 سنتيمتر. يشار إلى أن شقيق هدى ويدعى محمد شحاتة عبد الجواد صاحب 33 عاماً سجل 2 قياسيين في جينيس، هما أوسع مدى لي ذراعي رجل ب 250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل ب 31.3 سنتيمتر. ويعاني المصابون بهذا المرض حالة نفسية صعبة، فبعضهم كما فعلت هدى يقرر عزل نفسه بعيداً عن أعين الناس ونظرة المجتمع، مفضلاً الموت على العيش بهذا المظهر. ويشار إلى أن علاج هذا المرض يعتمد على إعادة الغدة إلى حجمها الطبيعي لإيقاف ضغطها على المخ وتخفيف الأعراض الناتجة من الورم، ويشمل العلاج الجراحة والأدوية